ودار يبائنا ومهدنا وبنين وإذا أروح جميل عن القبور من المسلمين وسنعزفتني الأرواح الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وبصرهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وشيء الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شأنكم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تدرنا بكم لئن لم تنتهوا لنجمنكم ولمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على قومي من بني من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا بيستعجلون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا حبا فمنه يأكلون. وجعلنا بها جنات من نخيل وأعناب فجرنا بها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسل منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا شمس ينبغي لأن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لمن آمن ذرية بالفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نكرهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة من نعمة إلهين. وإذا قيل لم تقوم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وذكيل لمن بكم مما رزقكم الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا من لو يشاء والله وتما إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ بالصور فجأة من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. واليوم لا تلمنون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سكون فاكهون. هم أزواج بجلال على الأرائك متكئون. لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم هدى إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتسلط أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمشينا على مكانتهم فما استطعوا مضيا ولا يرجعون. ومن منهم نكت في الأرض فلا يأكلون. وما لم نهشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لن يرك القول على الكافرين. ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا فامنحها مالكون. وجلب منها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم بها منافع مشارف فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله لا تلعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم لهم جن مهدرون. فلا يجنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من الأدم وهي الرمين. قل يا الذي أنصاها والأمر بكل خلق عليم. الذي جاكم من الشجرة دار نارا فجأت منه توقدون. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر لا يخلق مثلهم. ولا وهو الخلاق العليم. إنما أمر إجارة سنة كل لكم فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان المنافس عن كل مدين. سبحان المفارج عن كل محزون. سبحان من اجا اراد شيئا كل لكم فيكون. سبحان من جعل هذين وين الكافي والنون. يا مفرد فرد همنا وغمنا وحلنا فرجا اجلا برحمتك رحم الراحمين. اللهم انك جعلت سوره ياسين لمن قراها ولمن قرات علي الفا شفاء والفا قوات والفا دواء والفا علم والف بركة والف سلامة والف حاجة. وسميت على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المئمة تأم لصاحب خير الدارين والدافئة تدفع عنا كل مضرة. يا كادي الحاجات ويا دافي الباليات اقضي حاجتنا. ويا إله الأولين ويا إله الآخرين ويا خير الناصرين. ومن أنزلت عليه رب العالمين ببركة سورة ياسين. اللهم شفنا بشفائك وداونا بدوائك شفاء نجلا كاملا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وبحق سورة ياسين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ila hadratis sayyidina rasulillahi muhammadin abdillahi wa ansari rasulillahi wal muhajirin wa rasulillah summa ila ruh sayyidina muhajir ilallahi hamadim isa summa ila ruh sayyidina fakum qaddam hamadim adi wa alayhi wa sallam furim summa ila ruh sayyidina muhajir al-iman al-habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi wa walidina wa walidihim wa muatina wa maatim wa maatul muslimin ajma'in summa ila rasul tanadi wa shayn al-Qadhi jalani summa ila ruh al-Sayyid al-Madani summa ila ruh al-Shayh Muhammad al-Shalbanjar al-Qalambayin summa ila ruh al-Shayh Muhammad al-Sayyid al-Dulukan al-Banjar summa ila ruh al-Shayh Muhammad al-Sayyid al-Fajr al-Awad summa ila ruh al-Sayyid al-Wilayah السالك الحبيب حميد بن حمد سكاب ثم إلى روجة من أوضياء وشهد الصالحين ثم إلى روجة قرم أبا السنين ثم إلى روجة الرجل وإذا هدلت محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الوقوف الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الوقوف الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله ومن يخطب يصله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على محمد صلى الله عليه بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صلى الله عليه أكرم داعي يدعو إلى الحواق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صلى الله عليه المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صلى الله عليه أحمد ورمى انتقا وأصدق
الأرزاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صلى الله عليه بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صلى الله عليه واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واسمه والنهي ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صلى الله عليه وافتح من الخير كل مغلق. على محمد يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صلى الله عليه ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن لحبيبي يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد صلى الله عليه ومن لحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركة كل من صلى كالك وكبير.
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه إحسانه تعالى مجده ومشانه خلق الخلق لحكمة ودوى عليها علما وبسط له من بعد المنة ما جرت به في أقدار القسمة وأرسل إليه أشرف خلق وجل عبيده رحمة لقد ردد الله سنيات في خلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه بعوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة زارت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى
جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تسقط بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمبتشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم يا جل الصلوات واجمعيها وازكى التحيات واوسعيها على هذا العبد الذي ووفى بحق العبوديه وبرج فيها في حلعه الكمال وقام بحق الربوبيه في مواطن الحكمه لله واقبل عليه غايه الاقبال الصلاه يتصل بها روح المصلي عليه صلاه يتصل بها روح المصلي عليه صلاه يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبي نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه
وتفيأ ذلال شرف الأصل بودي وحبه ما أطر الأقوان بنصر ذكره نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الرسل يا سنادي أنت بعد الله متمادي في دنيا يا وأخيرتي يا رسول الله إجل ديادي. Tu ya alufana
صل وسلم وبارك لي وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله فحين كرب وانوطحاد الحبيب قالت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على للوجود تسيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين سعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل النور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وده أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في حاجة سمات صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وعمهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وعد الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود وإنا لله العظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم ولنا البشر Yeah.
اللهم
صلي وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أمين أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نجم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تهت الرحال فتوشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأسراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب وظهر، قاسي إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد القومين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهج النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع طوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات.
وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمولة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل وولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد الحمد لله dengan memanjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kesempatan, kesehatan, serta anugerah umur sehingga kita dapat kembali bersama-sama melaksanakan, menunaikan daripada rutinitas kita bersama yaitu di dalam pembacaan Maulid Simtul Durar. Semoga segenap rangkaian ibadah, amaliah kita bersama senantiasa mendapatkan catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan, maghfirah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan para pengikut beliau ila yaumil kiamah. Bapak-bapak majlis Lailatul Jumu'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia adalah sebagai ahsan at-taqwim. Manusia adalah makhluk Allah yang paling baik. Oleh sebab itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan ini merupakan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Tetapi di sisi lain juga manusia adalah makhluk yang paling buruk. Bahkan Allah sebutkan fi asfala safilin
paling bawah dari paling keraknya, artinya paling bawah. Kalau tadi manusia asad at-taqwim, tetapi juga sebaliknya manusia ini adalah asfalasa filin. Nah, oleh sebab itu ada dua pilihan manusia ini. Kita ini diberi oleh Allah pilihan. Karena hidup ni suruh ada memilih. Ya. Allah memberikan kepada kita untuk memberikan jalan pilihan. Nah, tergantung kita memilih mana yang kita pilih. Kalau kita menjadikan hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala pilihannya, ya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, ya, kepada manusia dengan sebaik-baik, ya, kedudukan dan kemuliaan, karena pilihannya adalah pilihan kebaikan. Nah, sebaliknya manusia juga akan Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Ya. Bahkan Allah sebutkan manusia itu lebih rendah daripada binatang. Ya. Allah katakan lahum a'yunun. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah, wa lahum uzunun la yasma'una biha. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak peka, mereka punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tidak mau mendengar. Nah, mereka-mereka ini Allah, ya, katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika, mereka-mereka ini kal an'am. An'am tu binatang. Ya. Jadi manusia ini Allah sebutkan mereka yang punya mata, punya telinga, punya hati tetapi tidak menggunakan tersebut, Allah sebutkan mereka itu seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, maka mereka lebih rendah. Adall, lebih hina. Nah, itu. Jadi manusia ada dua pilihan. Ada pilihan daripada pilihan yang mendapatkan kemuliaan, dan juga ada pilihan daripada pilihan kehinaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari mereka ini orang-orang yang menginginkan kemuliaan itu. Terutama mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wah, ini istimewa orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang paling istimewa. Walaupun tentunya iman itu tidak akan pernah sempurna tanpa dihiasi dengan takwa. Ya. Al-imanu uriyah. Iman itu telanjang. Ya. Karena ada pakaian iman itu. Wujudnya aja. Walibasuhu taqwa, dan pakaian keimanan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tentunya yang menjadikan mereka orang-orang yang istimewa daripada hamba-hamba Allah yang beriman, lalu mereka menghiasi dengan hiasan-perhiasan takwa kepada Allah, barulah mereka itu mendapatkan kedudukan dan kemuliaan. Nah, tentunya tidak ujuk-ujuk semua itu harus dengan pengorbanan. Karena Allah tidak akan pernah menguji manusia itu, tidak Allah akan katakan mereka mengucapkan iman kepada Allah kecuali Allah akan uji. Ya. Allah coba dulu dia, Allah uji dulu manusia ini. Nah, semakin tinggi ujian dan kedudukannya, dan semakin besar perjuangannya menghadapi ujian Allah, nah disitulah baru ada nilainya. Ya, kayak permata itu kan tak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi permata emas tu, kayak kita ni biar misalnya ibu-ibu nak dipakai melingkar-lingkar dijadikan kalung, ya, apakah langsung ujuk-ujuk melingkar-lingkar jadi kalung? Kan tak, melingkar-lingkar di tangan, ya, itu prosesnya panjang, itu prosesnya panjang, jadi emas tu panjang prosesnya itu, ya. Ditimbang, digeram dengan harga yang begitu mahal. Ya.
prosesnya panjang. Kenapa? Karena tidak ujuk-ujuk emas itu menjadi sesuatu barang berharga, barang mulia dengan nilai yang rupiah yang begitu berharga, kecuali dia telah mengalami proses. Proses dulu. Wah, ini proses apa? Prosesnya setelah dia dapat dengan usaha dicari, baru dia dibakar. Ya, emas itu kadang-kadang dibakar. Dibakar dulu dia. Nah, digurakkan dulu apinya, sehingga disitulah akan terpisah yang mana karatnya, yang mana besinya, yang mana kadar emasnya. Barulah disitu akan kelihatan, baru sudah dibakar emas tersebut, lalu keluarlah, terpisahlah dari mana kotoran-kotorannya tadi yang bercampur pasir, bercampur tanah, bercampur kerak, bercampur macam, lalu terpisah setelah apa? Dibakar dulu. Nah, begitulah manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah ini, Allah bakar dulu, Allah uji dulu. Ya, diuji oleh Allah. Kadang-kadang mau kadang diuji. Nah, ujian dia tadi ya, dalam keadaan ujian kadarnya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji juga di luar batas, ya. Allah itu kan tidak akan menguji di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu dari kadar-kadar kemampuan manusia itu, maka Allah akan menguji juga dari kadar. Cuma nih, sabar atau kadar sabarnya. Ya, ini sabar atau kada sabar. Ya, kada sabar hancurnya. Sabar tuh. Ya. Karena kalau sabar ini akan berbuah sesuatu kebaikan. Ya. Orang itu menjadi hebat kenapa? Karena dia, orang tersebut, ya, telah diuji dengan kesabarannya, kegigihannya. Ya. Tidak ujuk-ujuk orangnya, misalnya orang kaya itu aja. Dia setelah dia mengalami proses, ya, proses perjuangan mendapatkan kekayaan, ya, dia akan jadi dipuja terhadap sesamanya. Oh, itu si fulan tuh, dia sugi kadang sugi kayak itu aja nya dulu. Uyuh jula dulu itu berjuangnya, ya, mulai emperan dulu berjual, bahkan dia tidur di jalanan dulu. Wah, ini sugi benarnya. Nah, itu jadi apa? Jadi ketika ada pengorbanan, dia disebutkan, ya, akan menjadi satu tolak ukur. Kalau ada orang kaya, ujuk-ujuk kayanya, misalnya bapaknya sugih, mati bapak, anaknya sugih, ah, biasa aja orang tuh, bapaknya sugih. Kenapa? Karena kan ada pengorbanan dia. Dia duduk, tinggal duduk manis aja. Orang kaya, kaya sugih warisan. Si bulan lu kaya, mau kaya warisan, bapaknya kaya. Kira-kira adakah pengorbanan di dalamnya? Ada pengorbanan. Ya. Nah, begitulah pengorbanan itu menjadi satu yang tinggi. Apalagi kalau berkorban untuk Allah. Berkorban untuk agama. Berjuang untuk Allah, berjuang untuk agama. Nah, ini sesuatu yang begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kenang. Lihat para aulia-aulia Allah itu. Ya, perjuang mereka. Mereka berjuang, membawa agama Allah dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan semua mereka. Tidak juga Allah Subhanahu wa taala sia-siakan. Allah sebutkan. Ya, Allah banggakan. Bahkan Allah puji. Ya, bahkan Allah sendiri mengatakan ala aulia Allah. Dan Allah tegaskan sesungguhnya mereka para wali-wali Allah. Itu Allah memuji. Itu pujian Allah yang begitu. Allah sebutkan. Allah tidak sia-siakan pengorbanan dari orang-orang saleh tersebut yang mereka berjuang di jalan Allah. Jadi pengorbanan. Jadi hidup ini memang seseorang itu tinggi kadarnya ketika mereka ada sisi berjuang. Kalau kita hidup ni kadang-kadang perjuangan, ya, manut-manut aja, ya, ya, artinya ya kayak itu saja hidup, tidak akan mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah atau keadaan tinggi di hadapan sesamanya, ya. Nah, kalau tidak ada perjuangan, nah, beginilah tentunya
Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ya, orang-orang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, adalah orang-orang yang ketika mereka telah Allah karuniai kepada mereka dengan iman kepada Allah, Allah hiasi dengan pakaian ketakwaan kepada Allah, lalu mereka berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pernah satu hari Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan bumi ini, bumi ini Allah ciptakan. Ketika Allah ciptakan bumi ini bergerak. Bumi ini kan bulat, bergerak bumi ini. Ya. Ketika di bumi ini bergerak, tidak bisa hidup orang. Gimana orang mau hidup, bumi bergerak aja terus. Ya. Nah, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala lalu menciptakan gunung. Allah ciptakan gunung. Lalu Allah dengan gunung-gunung yang besar itu, Allah paku setiap penjuru-penjuru bumi ini. Ya, untuk mengimbang di bumi yang begitu besar ini. Lalu ketika Allah sematkan paku-paku bumi tersebut, dengan Allah ciptakan gunung-gunung yang mencakar langit tersebut, sehingga bumi ini bisa tenang, bisa anteng. Lalu malaikat mengatakan, ya Allah, alangkah hebatnya ciptaanmu gunung itu, ya Allah. Ya. Gunung-gunung yang besar. Ya. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya ada yang lebih hebat dari gunung ini. Aku ciptakan. Malaikat kagum lihat gunung ini. Besar gunung, bumi yang besar ini bisa tenang. Begitu diikat dengan gunung-gunung yang kokoh. Batu-batu yang besar. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai para malaikat, ketahuilah ada yang lebih kuat daripada gunung ini. Apa itu? Aku ciptakan besi-besi. Allah ciptakan besi. Ya, gunung-gunung tuh hancur kena besi, dikerok orang. Ya. Habis sudah kita di Kalimantan ini, enggak nunggu tenggelam aja lagi. Cina sudah tenggelam, sudah mau tenggelam dah Cina. Ya kan? Ya. Jadi kerok-kerok-kerok habis aja lagi, bergoyang aja lagi dah. Ketika Allah menciptakan bumi kan, bumi bergerak tuh. Allah paku dengan gunung, boleh hanya ini gunungnya dicabut lagi satu-satu. Ya wajar aja ada bergerak bumi. Ya. Nah itu dengan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan besi yang kuat, lalu dengan besi itu mampu meruntuhkan gunung-gunung yang kokoh tersebut habis. Ya. Karena besi rata gunung itu dikerok habis. Lalu malaikat-malaikat ini pun mengatakan, ya Allah, alangkah kuatnya dan kokohnya besi tersebut. Besi, wasi. Ya. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai para malaikat, ada yang lebih hebat lagi kuciptakan dari wasi ini. Ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun memperlihatkan malaikat dengan nyala Allah ciptakan api. Lalu api, apa namanya, besi yang keras kokoh begitu disulut dengan api. Meleleh api itu. Apa meleleh besi itu. Ya. Menetes dengan besi. Biar besi keras kayak apa, baja kah. Masukkan dalam api situ. Lelehnya, tapi tergantung peng apinya. Ya. Kalau api kompor ya kadalah. Paling yang kita hirang kayak itu aja. Ya api ini ada kadarnya. Ya. Makanya ada orang bertanya, ya Allah, apa seseorang ulama bertanya, malaikat iblis ciptakan dari api, neraka juga dari api, api kepada api, kayak apa tuh api dan api itu, ya. Lalu orang ini pun ambil ulama nih, tunggu tanya nih, orang mau tanya, lalu diambilnya tanah. Timpakannya ke muha orang tadi. Pok kajutnya. Kenapa? Allah ciptakan manusia dari tanah. Kira-kira kutimpak ke muha ikam dengan tanah ini. Apa kira-kira? Terluncat lah ikam. Terluncat juga aku aja. Han, apalagi hantam di tanah yang keras tuh. Tanah liat tuh. Bebinjolan kepala. Ya kan lah.
Yang dorang nak mulut kisah ni kan iblis cipta dari api. Allah ciptakan neraka dari api. Lalu api kepada api sama sama pada itu juga. Jeruk makan jeruk. Ya. Aduh ini jeruk makan jeruk. Ya. Lalu ya kada susah-susahnya menjawab. Ambilnya tanah. Ditimpakkan ke muhanya. Kira-kira terluncat lah ikam itu loncat juga. Bebinculan kepala. Kenapa? Ya sama juga Allah ciptakan manusia ini dari tanah. Kira-kira kalau ditimpakan tanah ya sakit-sakit tetap sakit. Karena apa? Karena berbeda kadarnya. Allah ciptakan ini dari tanah, manusia dari tanah. Tapi berbeda, berbeda kadar tanah yang ada pada tubuh manusia ini dengan tanah. Sama juga Allah ciptakan iblis itu dari api. Ya, api apa iblis itu cipta dari api dan api itu berbeda juga kadarnya pun berbeda ya, kayak api dengan api api orang ngelas tuh orang api biasa beda lah. Kalau pian bakar api itu kadang mau lilin tapi kok dengan api yang apinya kadar apinya ya besi-besi itu habis pagat ya. Nah seperti itulah kah kadar perbedaannya ah apinya berbeda. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan api ini malaikat mengatakan ya Allah langkah hebatnya ciptaan kau ini. Bayangkan besi-besi yang keras tuh putus leleh ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih hebat dari ini wahai malaikat. Ya. Lalu Allah menjadikan air. Ya. Api yang menyala-nyala tuh pus kubuai dengan banyu selesai. Bokokos saja lagi, ya, nyala api itu nyala-nyala. Kira-kira kada ada air kira-kira apa? Orang-orang kebakaran tu kayak apa tu? Wow, cari air. Wow, ibu cari air, ya. Kenapa tadi? Karena sehebat apapun api tersebut tidak akan pernah bisa mengalahkan air. Itu kadar. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kehancuran, ya. Api itu bisa aja dalam lautan. Dikira api itu tidak bisa menyala dalam lautan. Bisa. Ya, ada kalau fenomena terjadinya api, bayangkan api lahar tuh kada mau nyepajah di dalam banyu tuh. Allah berkehendak, kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak hidup, dia dah hidup, tetap hidup. Ya. Makanya ketika Allah ingin menciptakan membakar Nabi Ibrahim, api Namrud membakar Nabi Ibrahim ketika Allah kada berkehendak terbakar. Ya. Allah tidak berkehendak terbakar ya kada jadi terbakar juga. Benar apalah tubuh manusia ini. Ya, dicipta dari daging. Ditanya daging kena sulut api sedikit aja luluh. Ya, apalagi ini dibakar hidup-hidup. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan kepada api tersebut ya kada kawa juga. Itu kehendak Allah. Ya. Nah, ini segala tetapi fitrah alamnya seperti itu. Api tersebut akan pajah dengan air. Nah, malaikat malaikat mengatakan, "Ya Allah, lah hebatnya air ini. Hebat air." Ya. Air itu hebat. Manusia ini habis. Cina yang sombong habis ya. Allah ciptakan banjir aja dulu ya. Bayangan banjirnya itu hujannya itu 3 hari sama kayak hujan setahun, sama debit airnya setahun turunnya sama 3 hari sama. Kenapa? Karena memangnya maaf aja bang, negara Cina ini dia terlalu sombong, sombongnya luar biasa. Maka dia ingin menciptakan matahari. Bayangkan tuh matahari ciptakannya. Ya. Berapa tuh? Berapa triliun habis, ratusan triliun duit habis. Begitu Allah berikan ujian air, sih, air habis. Ya, sekali aja Allah ambil, sombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa, belum lagi coroknya, kotornya, maaf aja, Bang. Ya, orang kafir ini luar biasa. Ya, coroknya mereka, belum lagi mereka sudah tidak percaya dengan Allah, kehinaan mereka, karena kebanyakan mereka ini orang-orang ateis, orang-orang, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan air aja selesai,
kuasaannya. Apalagi Allah berikan angin, topan Allah berikan, selesai. Ya, ngigit jari aja mereka itu. Yang sombongnya luar biasa. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semua ini dari Allah. Siapa sih kita ini? Kalau Allah nak ambil sebentar aja. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nak bunuh Namrud. Namrud tuh. Namrud tuh, oh aku Tuhan. Namrud ini luar biasa. Ini ada ulama mengatakan ada orang yang paling terhebat di muka bumi ini, empat orang yang menguasai bumi ini, menguasai dunia ini. Dua orang kafir, dua orang muslim. Ya, yang pertama adalah Namrud. Namrud, raja Namrud ini menguasai dunia. Ya, kada mengaku sampai ngaku Tuhan tu, berarti kada main-main ninya. Kalau kada dunia ini di bawah kekuasaannya, ya, ini Namrud. Ya. Kemudian dari kalangan orang yang beriman, Allah sebutkan Dzulqarnain. Ya, ini dalam surah Al-Kahfi itu. Ini orang yang beriman dua orang. Dzulqarnain dengan Nabi Allah Sulaiman. Ya, Nabi Allah Sulaiman ini dua orang dari di kalangan hamba Allah yang beriman, ini dua orang yang menguasai bumi ini. Bawah kekuasaannya. Dia menjadi raja yang luar biasa. Nah, raja yang pertama adalah yang dari kafirnya, nah, Namrud. Namrud ini luar biasa. Nah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan Namrud itu? Kecil Namrud itu. Yang mengaku dirinya besar, hebat, menguasai dunia. Allah kirimkan nyamuk aja. Woi, nyamuk aja. Enak kecil-kecil Allah kirimkan nyamuk. Ada nyamuk, sambut gak? Ya. Ini jajak nanti, dia sekecil. Allah nak hinakan Namrud. Ini kita ni, ya Allah, kita ni kecil di hadapan Allah kita ni. Kita merasa hebat, merasa siapa sih kita ini? Ya, orang-orang yang buang dulu. Allah, Allah ceritakan di orang-orang hebat mengaku diri menguasai dunia semua ni. Ya, Namrud Allah kirimkan makhluk yang kecil aja, habis. Mati juga, masuk dalam telinga aja selesai, ya orang kecil aja ngerogoti, ya bahkan dia tersiksa Namrud itu, matinya dia selalu menghantak-hantakkan, bayangkan nih di dalam, masuk dalam otaknya, dalam kepalanya, ya merayap dalam kepala itu hidup, jadi kadang-kadang pum pukulnya kepalanya itu, ya akhirnya kada sanggup lagi nya dibenturkannya kepalanya di tembok, pecah kepalanya, jadi mati. Ya, gimana itu orang-orang yang sombong itu Allah sombong, Allah hancurkan. Ya, karena orang yang sombong itu Allah hinakan dengan sehina-hinanya, serendah-rendahnya, sedina-dinanya orang-orang yang sombong. Tapi orang-orang yang rendah, orang-orang yang mulia itu Allah tinggikan setinggi-tingginya. Ya, bagaimana orang-orang soleh, bagi cucu Nabi SAW, Nabi-nya cerita lagi sudah. Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan Rasul? Bagaimana Allah meninggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini? Namanya saja wajib bagi kita untuk menyebutnya. Tidak boleh, tidak sah kalau kita tidak menyebut namanya. Berdosa hukumnya kalau tidak menyebut namanya. Bagaimana Allah memberikan kemuliaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ya. Adakah manusia yang melebihi kemuliaan Nabi? Tidak ada. Padahal Nabi Muhammad itu orang gurun Sahara. Ya. Nabi SAW di rumah, ya, orang gurun. Tinggal di gurun Sahara, kota Mekah. Nah, hidup Nabi. Ya. Tetapi ketika Allah memberikan kemuliaan kepadanya sampai detik, bahkan sampai hari kiamat. Ya. Nanggung-nanggung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kemuliaan itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nak memuliakan, ya Allah nak muliakan, maka tidak akan sesiapa yang sanggup hendak menghinakannya. Bayangkan Nabi itu dihinakan luar biasa, Rasulullah itu. Orang wali itu dihinakan dulu. Mereka diusir di kampung, dipenjarakan. Ya, orang wali-wali itu kukira mereka datang di sini. Ya, mereka datang menghormati, cium tangan, berdiri. Nah, kada kaya itu. Ya,
ketika mereka kita sudah kenal, oh ini ada dua ulama datang terhormat. Dulu mana ada yang tahu? Wali-wali datang tahu, ulama-ulama datang kena tahu, mana ada yang tahu? Ya. Begitu. Tetapi ketika Allah sudah memberikan kemuliaan kepada mereka, ya, begitulah kemuliaan sampai detik ini. Ya. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan kemuliaan kepada kekasih-kekasih Allah yang dicintai Allah. Allah muliakan orang-orang yang memuliakan Allah, ya. Nah, jadi mudah-mudahan majelis kita ini senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya semua kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harus kita ada perjuangan, ya, harus ada berjuang untuk agama Allah. Kalau tidak ada berjuangnya, kan tidak dapat mulia kita, ya, harus, atau kita berpihak kepada orang-orang yang mulia, ya. Kita ada berpihak, kalau ada berpihakan kita, ya. Ketika Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, datang burung pipit bawa banyu, cucut-cucut dari burung pipit, bertaguk ambil banyu nak menyiram api dari gunung besarnya. Tertawa cacak, weh cacak, weh pipitnya apa aja nak kamu siram banyu, ya. Apa aja pipit, ibu jur aja banyu ni kada mungkin bisa memajahkan api yang singgandal, tetapi keperpihakanku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, ini berpihak pada Nabi Ibrahim, ya. Ini hidup ni kita ni ada dua pilihan ni, kita ni ada pilihan dua ni, pilihan baik dan buruk. Kan hidup-hidup kan kayak ada pilihan, ya, ada pilih A, ada pilih kepada ashabul yamin wa ashabul shimal. Kan Allah sebutkan tu, ashabul yamin wa ashabul shimal. Kan ada orang yang berpilih berpihak kepada jalan kanan, ada yang berpihak kepada jalan kiri. Ya, tergantung pihak kita, kemana kita berpihak. Karena memang zaman sekarang ini sudah ada dua kubu, bukan zaman wayah ini, zaman dulu, ya, ada dua kubu, kubu orang baik, kubu orang buruk. Nah, tergantung kita memberikan pilihan kita. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah berpihak kepada orang-orang saleh, perpihakan kita kepada para wali-wali Allah, kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, minimal kita membela aja mereka, berpihak dengan mereka. Dan ini mudah-mudahan harapan-harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan mereka, dengan pihaknya kita, berarti kita tuh sekelompok dengan mereka. Ya, nah mudah-mudahan itu harapan kita bersama. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmat, curahan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga oleh Allah, kampung kita senantiasa dijaga oleh Allah dari bala, wabak, bencana. Dan mudah-mudahan orang-orang yang zalim, mudah-mudahan Allah hancurkan. Orang-orang yang ingin menghinakan Islam, rendahkan Islam, Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka. Allah berikan kehinaan dengan sehina-hinanya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, menghinakan Islam, mudah-mudahan Allah turunkan azab kepada mereka. Allah siksa mereka dengan siksaan-siksaan. Dan mudah-mudahan orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kemuliaan. Dan terakhir cerita ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, malaikat ketahuilah sesungguhnya semua manusia yang kuciptakan lebih hebat dari gunung, lebih hebat dari keras dari besi, lebih panas daripada api, lebih lembut daripada angin, lebih hebat daripada air dan angin. Tahuilah siapa mereka, hamba-hambaku yang berkorban untukku, yang berjuang untukku, yang membela agama-agamaku. Mereka-mereka itu lebih hebat dari gunung, lebih keras dari besi, lebih panas dari api, lebih dingin dari air, dan lebih lembut daripada air. Dan itulah orang-orang yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah menempatkan orang-orang yang mulia, yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa panjang umur, sehat walafiat,
Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sanak keluarga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita, rezeki kita mendapatkan keberkahan, kebaikan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sirin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله النعيم. الحمد لله الشاكر. الحمد لله الوافي نعمة ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك الكريم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين, وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الآخرين, وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد في النبيين والمرسلين, وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل, اللهم تقبل واغسلت وما قرأناه من القرآن العظيم وما قرأنا من سورة ياسين وما قلنا وما قرأنا من مولى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة النازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وآل كل الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمفسرين سادة الصوفية المحققين منهم سيدنا المحاذرين الله محمد بن عيسى سيدنا الصادق العظيم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا علي أبي علوي يا بعلوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم يا أهل الولاية يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي وإلى أرواح جميع أبائنا وأمهاتنا وقرابة من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفهم وعف عنهم اللهم اجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن في قبورهم منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى النيران سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعنى أعان اللهم اجبر انكسارنا واقبل انتظارا واختم الصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند ولا تآخر كلامنا من الدنيا جلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهين عليها يا حي وأمسنا عليها يا مميت وابعث من كبورنا يا بعيد انفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدنيا والآخرة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب وأمن بالعذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.